أهلا بحضراتكم مرة تانية، وزي ما بنتكلم في بداية الحلقة عن احتفالية قادرون باختلاف، هو يوم المنتظر من الجميع زي ما الريس قال بنعيش عليه السنة كلها، لأن يوم بيسلط الضوء على أبطالنا في كل المجالات من قادرون باختلاف. احتفالية ويوم جميل تابعناه مع حضراتكم وشفنا جزء منه دلوقتي قبل ما نرجع لحضراتكم. وقال الرئيس السيسي النهاردة إن هذا اليوم دايماً بيبقى يوم جميل بنعيش عليه السنة كلها زي ما قلنا لحضراتكم. هنتكلم أكثر عن تفاصيل الاحتفالية، ومشرفنا ومنورنا في الاستوديو مجموعة من القادرون باختلاف واللي كانوا مشاركين في احتفالية النهاردة. خلوني في البداية أرحب بيهم. معانا في البداية عمر أيمن الشحات. عمر أيمن. عمر أيمن الشحات، إزيك يا عمر؟ الحمد لله. وإزيك يا إبراهيم؟ إبراهيم محمد علوان، إزيك؟ الحمد لله. ووالد ابراهيم استاذ محمد منورنا. معانا كمان لوجين محمد فوزي يعقوب، صح؟ منورانا يا لوجين. معانا كمان هنا ايمن ثاني، اهلا بيكي. خلوني ابدا مع عمر. عرفنا على نفسك الاول يا عمر. صباح الفل، اسمي عمر ايمن، عندي 12 سنه. وعملت ايه في الحفله؟ طب اقدم نفسي الاول. انا اسمي عمر ايمن، عندي 12 سنه. انا في سنه 6 ابتدائي في مدرسة جنة الأطفال الشلل الدماغي في السيدة زينب، وأنا بلعب سباحة في نادي المصري القاهري وحاصل على 25 ميدالية. الحفلة طبعا كان يوم جميل النهاردة، واتبسطنا كنا عاملين حاجات جميلة. وأنا ما كنتش عايز الحفلة تخلص الصراحة، وأنا كنت زعلان جدا. ليه زعلان؟ عشان الحفلة خلصت. هتيجي تاني السنة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. أروح لإبراهيم، إزيك يا إبراهيم؟ إبراهيم صباح الخير، منورنا. عرفنا يلا على نفسك، عرف الناس عليك. ماشي. صباح إيه؟ اسمي إبراهيم محمد خالد علوان، عندي 12 سنة، في سنة أولى إعدادي مدرسة أحمد شوقي من محافظة القليوبية، وأنا جنتلمان. جنتلمان؟ ليه بقى؟ عشان إيه؟ عشان اسمي كده. أصل قالت لفاطمة لازم تقول إن أنت اسمك جنتلمان. طبعًا. عشان هو كان بيساعد أصحابه. أصل هو فخامة الرئيس بيحبنا أوي لما أقول جنتلمان. طبعًا. أنتوا كلكم حلوين ومنوريننا، وأنت واخد بطولات كتير هنتكلم عنها دلوقتي. لوجين منورانا يا لوجين بفستانك الجميل، يلا عرفينا عن نفسك. صباح الخير، مساء الخير. أنا اسمي لوجين يعقوب، عندي 8 سنين، تالتة ابتدائي. أنا من محافظة الشرقية. وقدمت إيه في الحفلة؟ غنيتي؟ أنا كنت بغني. كنت بتغني في الكورال؟ أه. طيب إزيك يا هنا؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت غنيتي في الكورال؟ أنت كمان بتلعبي رياضة؟ أنت هتقولي لنا عنها بقى، وقولي لنا اسمك إيه وعندك كام سنة؟ صباح الخير يا ريس، أنا اسمي هنا أيمن، عندي 7 سنين، معهد الأزهري، مصر الجديدة، فتيات. عملت ايه في الحفله؟ لا انا صراحه ما كنتش عاوزه اسيب الحفله الصراحه. اتبسطتي؟ اتبسطت، بس زعلت ان الحفله خلصت. هتيجي تاني، وبعدين ممكن نقعد نتفرج عليها في التلفزيون تاني لما تيجي. يا عمر عامل ايه يا عمر؟ انت يا عمر بطل، واخد ميداليات كتيره قوي. انا معايا 25 ميداليه. في ايه بقى؟ في السباحه. خدتهم. بتلعب سباحه من وانت عندك كام سنه؟ من بدري جدا، مش عارف ان انا عندي 4 سنين باي. ومين بيشجعك؟ مين بيوديك التمارين؟ بتروح تمرين قد ايه؟ ماما. بس انا اعتزلت، بس هرجع تاني ان شاء الله، عشان كنت واقف عشان قادرون. عشان ايه؟ كورونا؟ عشان قادرون. قادرون عشان الحفله بس. ما اعتزلتش يعني، خدت اجازه كده وهترجع تاني. خدت اجازه. انت بقى قلت حاجه للرئيس النهارده في الحفله، قلت ايه؟ قلت ان انا عايزه اقابل لعيبه الاهلي، وعايزه اطلع مع الكابتن ابراهيم فايق ان شاء الله. وهو قال لك ايه؟ قال لي ماشي يا طه. قال لك هيعمل كده؟ ماشي. ابراهيم، كلمي ابراهيم. انت يا ابراهيم واخد اكتر من 10 بطولات، صح؟ ايوه. احكي لنا عنهم بقى. ماشي، انا هحكي لكم عنه. انا اسمي ابراهيم، اصل انا بلعب بنادي بحتين، وبقول قادرون، وكمان بلعب التايكوندو والجري. مين بقى بيشجعك على الرياضه وبقالك كام سنه بتلعبها؟ كابتن محمد الرياضي. وبابا وماما مش بيشجعوك؟ بابا وماما بيشجعوك، واخواتي كمان، وبيودوك بقى التمرين وبيجيبوك من التمرين
بتعرف تذاكر مع التمرين؟ ايوه. بتلاقي وقت؟ ايوه. شاطر يا ابراهيم. وجاين نحكي لنا بقى عملتي ايه النهارده في الحفله؟ وانت كنت بتغني مع حسين الجسمي، عملتي ايه بقى احكي لي؟ انا كنت بغني عادي. كنت مبسوطه؟ مبسوطه بس كان في حوار حصلت كده، فحوار حوار الحفلات كده. وانت قعدتي تتمرني كتير بقى قبلها؟ واتبسطتي ان انت غنيتي مع الجسمي؟ واتبسطتي ان انت واقفه قدام الريس؟ انا اصلا رحت شفته كده وسلمت عليه وصورت معاه عادي. واتبسطتي ان انت شفتيه وسلمتي عليه وصورتي معاه؟ هنا انت كمان غنيتي النهارده مع الجسمي صح؟ اول مره تغني؟ اول مره في حياتك خالص تغني؟ قعدتي اتدربتي كتير؟ طب اقول لك بقالنا قد ايه؟ 6 شهور. انت شاطره خالص. انت كمان بتلعبي سباحه من وانت عندك قد ايه؟ 6 سنين. وانت عندك قد ايه؟ 7. بقالك سنه بتلعبي؟ طب كان احساسك ايه وانت واقفه قدام الريس بتغني كده لاول مره في حياتك؟ ما تفكريش، قولي بسرعه. ايوه قولي على طول. مش هتفكري. كنت حاسه ان انا بعمل حاجه جديده. انا اول مره اعملها وكده. كنت مبسوطه؟ عايزه تشاركي تاني؟ ان شاء الله السنه الجايه. يا عمر، مين بيشجعك بقى على المذاكره وعلى التمارين، وازاي بتلاقي وقت تعمل كل ده؟ انا ماما واخواتي يقعدوا معايا بيساعدوك. وماما هي اللي بتوديكي التمارين؟ ماما اللي هي بتوديني التمارين، وماما هي بتعمل كل حاجه. وبتذاكر ازاي بقى؟ بتلاقي وقت تذاكر؟ اقسم بالله لما اكون فاضي بذاكر. لما تكون فاضي من التمارين. وشاطر في المدرسة؟ شاطرة. انت في سنة كام قلنا؟ 6 ابتدائي. انت شاطر خالص. وابراهيم كمان غير ان هو بياخد بطولات، كمان هو حضرتك قلت بيحب البرمجة والإلكترونيات وكده. ازاي بقى واكتشفته ده امتى؟ من سن حوالي 4 سنين تقريبا، وهو بيحب جدا التكنولوجيا عموما يعني. بيحب يقرب منها وبيحب يتعرف عليها، وبيحب اللغات قوي، بيحب الرياضه جدا جدا، بما انه هو طفل توحد. فاطفال التوحد معروفين ان هم بيحبوا الرياضيات قوي، وعندهم قدرات كبيره قوي. جدا جدا كل يوم بنكتشف فيه، بفضل الله بنكتشف فيه موهبه جديده كل يوم. ازاي حضرتك بتتعامل معاه؟ يعني ازاي من وهو صغير ابتديت تكتشف كل القدرات المختلفه؟ يعني حضرتك بتقول بيحب حاجات كتير مختلفه عن بعض. جدا. الرياضه، البرمجه، والالكترونيات، بيحب كمان اللغات. جدا. بيتعلم لغات اكيد. ازاي بتكتشفوا ده في كل مرحله، وبتسعوا ازاي ان انتوا تحققوا له كل حاجه بحيث ان هو يعني يكون متميز وقادر فعلا في اكتر من مجال؟ بنحاول والله على قد ما بنقدر ان احنا نتعرف الاول على ازاي نتعامل معاه، لان الموضوع كان جديد علينا طبعا، وكان مفاجاه طبعا. بالنسبه لنا ابراهيم الوسطاني في اخواته، يعني في اكبر منه وفي اصغر. فكان مفاجاه بالنسبه لنا الموضوع. حاولنا نتعرف الاول ازاي نتعامل مع ابراهيم، وازاي ان احنا نقرب منه، وازاي ان احنا نفهمه نسمعه. طبعا بمساعده ناس كتير طبعا. وطبعا يعني الواحد يعني ما يقدرش ينسى قد ايه الناس اللي وقفت جنبه الفتره اللي فاتت. اولهم طبعا سياده الرئيس طبعا، انه سلط الضوء عليهم وعرف يعني العالم كله بيهم طبعا. ما كانش حد يعرفهم قبل كده طبعا. نحب نشكره جدا سياده الرئيس. حضرتك شايف مؤخرا بقى فيه اهتمام بالقادرون باختلاف عن ذي قبل؟ اكيد ده حقيقي. شايف ازاي الدعم اللي ممكن الدوله تكون بتقدمه، وحضرتك يعني لمست ده ازاي طبعا بما انك حضرتك اب؟ بصراحه الفتره دي يعني من اكتر الفترات اللي احنا حسينا بيها باهتمام بالاولاد، تسليط الضوء عليهم. قبل كده ما كناش بنحس ده خالص ولا كنا بنعيشه. فيعني حسيناه بجد ولمسناه الفتره اللي فاتت دي مع سياده الرئيس، ومع طبعا وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، والمهندسه امل، وطبعا الكباتن بتوعه في النادي، وكل الناس بصراحه حسينا ان كله بيساندنا وبيساعدنا. احنا مش يعني احنا مش لوحدينا طبعا. معنا ناس كتير واقفه جنبنا، وده كان اكتر احساس اثر فينا بصراحه. والحقيقه دوركم دور كبير وعظيم الحقيقه، يعني كبير جدا. والرئيس كمان اشاد بيه واشاد باهالي ذوي الهمم. هستاذن حضراتكم، هستاذنكم ونطلع لفاصل قصير، ونرجع نستكمل هذا الحوار المهم جدا مع القادرون باختلاف اللي منورنا في الاستوديو. وانا هنا اهو بسعى اجيب الامتياز في الامتحان، كل اللي نفسي احققه اللي انتوا بس تصدقوا ان الجمال مش في المظاهر، الجمال جوه الكيان.
محدش فينا عمره اختار ملامح شكله من بره. خلقنا ربنا بإيديه وسوانا، لكن احنا اللي بنكرر جمال القلب جوانا. فلو عاوزين تحاسبونا حاسبونا، حاسبونا على قلوبنا، ولو امكن تاخذونا على اللي ما كانش باوانا. يا ريت تشوفوني زيهم، يا ريت كل البشر هي. انا بشكرها من قلبي عشان زرعت امل فيا. بحبك يا ام قلب اصيل، ياللي شايلاني بصبر طويل وعلمتيني اني جميل وهونتيها في عيني. بشكر كل ام وكل اب وكل شخص جميل كان سبب في سعاده القلوب الجميله دي. البنوتة الجميلة اللي شفناها دلوقتي دي الطفلة روضة وليد، وكانت موجودة أيضا في يعني الحفلة النهاردة، وكانت بتلقي قصيدة أمام الرئيس، والرئيس يعني شكرها شكر كبير واتكلم معاها. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن روضة، وعندها 9 سنين، وبتقول الشعر من إمتى، وإيه اللي حصل معاها النهاردة في احتفالية قادرون باختلاف. من روضة نفسها معانا على الهاتف، بنرحب بيك يا روضة ومساء الخير يا حبيبتي. مساء النور، عاملة ايه؟ الحمد لله. احنا كنا لسه بنتفرج عليكي دلوقتي في الحفلة، كنت بتقولي شعر. انت عندك 9 سنين بس يا روضة؟ اه. بتقولي شعر من امتى؟ بقول شعر وانا من سنة اولى. من سنة اولى؟ وايه اللي خلاكي تحبي الشعر؟ لقيت نشأت في الكتاب وبدأت بقى احفظ، وكان عندي صفحة ونزلت عليها الفيديو ده، واحد شافني رحت مؤتمر وبدأت قلت النشيد وبدأت بقى كده أبدأ من حد ما وصلت للهدف ده. والنهارده بقى كان شعورك ايه وانتي واقفه على مسرح كبير قدام الريس وناس كتير موجوده، وقلتي الشعر قدام الريس، كمان الريس قال لك عيديه تاني صح؟ اه. حسيتي بايه بقى وانت بتتكلمي النهارده على المسرح قدام الرئيس؟ حسيت بفخر وسعيده، يعني كنت فرحانه جدا. ودي اول مره تشاركي فيها في الحفله؟ اول مره. ونفسك في ايه يا روضه؟ انا نفسي اطلع دكتوره وشاعره، ولسه قابل ممثله اسمها صبري لسه ممثل معايا بحبها. وكان شعورك ايه لما قابلتي الرئيس النهارده واتكلمتي معاه وقعد يقول عليكي شاطره، وقعد يعني شجعك وقال لك عيد لنا تاني الشعر بتاعك الجميل؟ كنت فرحانه، كنت خايفه في نفس الوقت، كنت فرحانه في نفس الوقت، كنت خايفه بس ما خفتش بقى لما عدت القصيده مره تاني. انا بشكرك جدا يا روضه ونورانا. روضه وليد يعني بنوته جميله عندها 9 سنين من ذوي الهمم، واللي قالت النهارده شعر قدام الرئيس وامام كل المشاركين في الحفله. شكرا ليكي جدا يا روضه. هنرجع مرة تانية لضيوفنا في الاستوديو اللي منورنا، خلوني أرحب بيكم مرة تانية، منورنا في مساء دي أم سي. عمر، أنت قلت لي في الفاصل إن أنت عايز تشكر ناس كتير قوي ساعدتك عشان توصل للي أنت فيه دلوقتي، وعلشان تبقى بطل وتاخد ميداليات، وعشان تقف أمام الرئيس قدام الرئيس قدام كل الناس اللي كانت موجودة وتتكرر. قول لي عايز تشكر مين؟ أنا عايز أشكر الأستاذ أحمد جمال مش مهندسة، وعايز أشكر الرئيس نفسه عشان هو بيهتم بينا جامد جدا جامد جدا، هو اللي عامل لنا بوتات الخدمات دي. يعني مثلا هو مهتم بظروفنا وظروف غزة، ربنا يعينه إن شاء الله. وعايز تشكر مين تاني؟ عايزه اشكر الاستاذ هشام جمال والاستاذه دينا عشان هما بيعملوا لنا حاجات كتير حلوه. هما اللي دربوك على الحفله؟ هما اللي دربونا على الحفله. انت عايز تشكر كمان مين؟ باشمهندسه مين؟ عايزه اشكر المهندسه امل مبده، رئيسه مجلس اداره الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه وعضو الاتحاد الدولي. وماما كمان؟ اه. ومين كمان؟ و
مفيش حد. ماشي. وبابا؟ طيب بابا لا؟ بابا طبعا. ماشي كمان. واخواتك كمان؟ طبعا. ماشي. ابراهيم عايز تشكر مين؟ انا عاوز اشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاوز اشكر المهندسة، وعاوز اشكر ماما اللي بتشجعني وتخليني احسن لاعب في الدنيا. وبابا كمان؟ ايوه وبابا. لوجين انت قلتي لي عايزه تشكري ناس، عايزه تشكري مين؟ ايه؟ عايزه تشكري مين؟ باشمهندسة امل واستاذ احمد جمال. ماشي. وهنا؟ يعني انا بحبهم قوي. وساعدوكي في الحفله كتير. ودودو. وماما كمان؟ ماما بحبها قوي. وهنا عايزه تشكري مين؟ مامتي بس، عشان هي بتتعب معايا وتعبت معايا السنين اللي فاتت. بتعمل لك ايه؟ بتخليكي تذاكري، بتخليكي تروحي التمارين، بتدربك. ومين كمان؟ مين ساعدك في الحفله؟ بس كده. طيب هرجع تاني لعمر. نفسك في ايه؟ نفسك ايه توصل له؟ نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ نفسي ابقى مذيع ماتشات. مذيع ماتشات؟ لان انا بحب الماتشات جدا. كنت بطلع، كنت نفسي ان انا اطلع مع كابتن ابراهيم. يعني عايز تحلل المباريات ولا عايز تبقى معلق رياضي؟ عايزه الاثنين الصراحه. الاثنين؟ في ايه؟ في رياضة ايه؟ اي رياضة ولا في الكورة بالذات ولا في ايه؟ في الكورة بالذات. لان انا بحب الكورة جدا. انت قلت كمان للرئيس النهاردة ان انت بتحب زميلنا ابراهيم فايق وانك عايز تسلم عليه. طبعا. بتتابعه وبتتفرج عليه؟ بتفرج عليه. عشان انت بتحب الرياضة؟ طيب ابراهيم نفسك تحقق ايه؟ نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ انا عاوز لما اكبر احسن لاعب في الدنيا العب ماتش. العب قوة. بلعب قوة وتايكوندو وجري. بتروحي المدرسة كمان وبتذاكر يا ابراهيم صح؟ ايوه بذاكر دروس كتير قوي. ونفسك تعمل ايه تاني؟ بابا قال لي ان انت بتحب اللغات وبتحب الموبايلات والكمبيوتر والبرمجة صح؟ ايوه بحب البرمجة وبحب افحد على الافحات. نفسي يروح، نفسي يسافر الصين عشان يشوف التكنولوجيا. لوجين نفسك في ايه؟ نفسك تبقي ايه؟ دكتورة. و يعني اكون احلى مذيعة في العالم ان شاء الله. انت احلى، انت احلى من احلى مذيعة. هنا نفسك في ايه؟ نفسي ابقى بتعلم موسيقى. ونفسي لما اطلع ابقى دكتورة او ابقى مصورة. ونفسك تكملي في السباحة كمان؟ بتحبيها؟ شكرا جدا، نورتونا. شكرا يا عمر، شكرا يا ابراهيم، استاذ محمد بشكر حضرتك جدا نورتنا، شكرا يا لوجين، شكرا يا هنا نورتونا. انا بشكر كمان حضراتكم، وبعد الفاصل لقاء اخر ابقوا معنا.